بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط آخر وهو شوط الختام الذي انطلق منذ لحظات، والشوط الثالث عشر وخاص بالبكار المحليات الأصايل، لنختتم هذه الجولة من هذا الأسبوع بهذه السن وهذا الشوط. مشاهدينا في كل مكان نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة، والآن التوقيت الأفضل والأجمل مع هملولة التي تقدمت في هذا اليوم بالفعل. تهانينا لجنة الرياسة وشكر للظافر علي بن يميل، 9 دقائق 7 ثواني و4 أجزاء من الثانية، شكرا يا الظافر، واكيد ابو سعيد سعيد بهذا التوقيت. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، متابعه نتمناها لكم. والان نعود للشوط ونعود للاداء ونعود للانطلاق من هذا الشوط من البدايه، حيث متواجد السايحه التي انطلقت من هجن الرياسه بهذا الاداء الجميل، وصالح بن سعيد بالعري المري، ابو سعيد من يدفع بالسايحه من خلال هذا الشوط وهذه الانطلاقه. المركز الثاني الشاهنيه التي قادمه من هجن الرياسه مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، انطلقنا الاثنين من البدايه واخر الاشواط مشاهدينا، وكلها اشواط قويه وبلون احمر. المركز اللي قادم هو المركز الثالث، وهناك هملولة التي تنطلق من المناطق الخلفية بشعار هجن الرياسة ومع علي بن يميل الوهيبي. النقلة الأخرى والقدوم، هناك هملولة أخرى قادمة من هجن الرياسة مع عوض بن مبارك المهيري. النقلة الأخرى والمركز الخامس، انتقال مع منحاف ايضا من هجن الرياسة وتضميرها مع مبارك بن احمد الخيالي. المميز بينما انتقلنا مع بن سوقان المملوك لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، وسعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي الذي يقوم في عملية التضمير. هذه الأسامي التي تابعناها من خلال هذه الانطلاقة. نعود للمقدمة ونعود للشاهنية التي بدأت تنطلق من الناحية الأخرى، ماخذة زاوية الانطلاق ومعها السايحة التي منطلقة بجوارها. السايحة والشاهنية وجميعهن لهجن الرياسة والتضمير، هناك مختلفين المضمرين. الشاهنية من الجانب الآخر مع بوذياب، ولكن السايحة من تقدمت في هذه اللحظات مع أيضا صالح بن سعيد بالعري المري. هذه الأسامي مشاهدينا اللي في المقدمة تماما، ولكن أرى هملولة تبى تلحق بركب المقدمة كالعادة وانطلاقتها. هذه هملولة بنفس الشعار، شعار هجن الرياسة، ومع أيضا أبو سعيد علي بن يميل الوهيبي. النقلة الأخرى مشاهدينا واللي قادمة هملولة أخرى بشعار هجن الرياسة، وما أحد الشباب أيضا المنتقلين مع هذا الشعار الجميل. مشكور يا عوض، يا ابن مبارك، يا المهيري، يا سلام. النقلة الأخرى والقدوم، منحاف قادمة بشعار هجن الرياسة ومع أبو أحمد مبارك بن أحمد الخيلي. بجوارها تماما بن صوغان تنطلق بشعار العناوي الآخر، شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة آل نهيان، وأبو مبارك من يرافق هذا الشعار، سعيد بن مبارك الوهيبي.
هذه الأسامي الحفل الكريمة لإخوة المتابعون، وما زلنا نتابع الصدارة هناك كما نتابع وتتابعون عبر الشاشة الشاهنية والسايحة. تبادل المراكز، تقدمت مشاهدينا كما نرى السايحة، وتقدمت أيضا الشاهنية على الشاشة كما نتابع. الله، هذه الشاهنية بدأت تنطلق، الشاهنية بدأت تغادر أيضا لختام هذه الأمسية التراثية التي كان حاملة بهذه الشعارات، شعار هجن الرئاسة. وهنا أيضا يقدمها لنا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي قدم الكثير والكثير مع هذا الشعار الجميل. المركز الثاني والسايحة أيضا التي منطلقة بشعار هجن الرئاسة، ويقدمها كذلك هو صالح بن سعيد بالعري المري. انطلقنا الاثنين، وهناك أيضا هناك المركز الثالث، من تلاحق في المركز الثالث هملولة الأخرى من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. انطلقا الثلاثة انطلاق بمقدمة هذا الشوط، والمركز الرابع هملولة الأخرى في المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة، وتضميرها يعود لعوض بن مبارك المهيري الذي يتقدم في هذه اللحظات، وبجوارها أيضا هناك منحاف من هجن الرئاسة مع أبو أحمد مبارك بن أحمد الخيالي. خامس المراكز هي الأخرى مشاهدينا بشعار سمو الشيخ سيف الخليفة آل نهيان بن صوغان، ويقدمها سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي. يا سلام، والنداء الأخير لهذه المراكز ونحن نتابع على الهواء انطلاقة الشاهنية. الله، غادرت غادرت بالشوط الشاهنية وانطلقت إلى الأمام. ما شاء الله وتبارك الرحمن، بدت بانطلاق وبدت باندفاع كالعادة مع شعار هجن الرئاسة، وهناك المستحيل أبو ذياب من يقدم وقدم لنا الكثير والكثير بهذا الشعار الجميل. هنا راشد بن محمد بن سم المنصوري ليبدأ هذه الجولة، وأيضا في الختام معها أيضا حاضر أبو ذياب. 12 شوط مشاهدينا، وهنا يقدم لنا مشاهدي الأعزاء أيضا سيطر هذا المضمر ب 12 شوطا في هذه. شكرا يا أبو النشمي، هذه هي أمامكم الشاهنية، تهانينا لهجن الرئاسة وأيضا لهذه المؤسسة العملاقة، وشكرا لأبو ذياب. المركز الثاني وصلت السايحة من هجن الرئاسة، وشكرا أيضا صالح بن سعيد بالعري المري، وصلت في هذه اللحظات هملولة لهجن الرئاسة، ومشكور عوض بن مبارك المهيري أيضا وصلت المركز الرابع من حاف من هجن الرئاسة، والمركز الخامس بالرقم خمسة هملولة من هجن الرئاسة. هذه الأسامي، ونعود للتوقيت الزمني ونعود معكم إلى الشاهنية، وتهانينا لهجن الرئاسة وإلى راشد بن محمد بن سم المنصوري، ومع مخرجنا المتألق أبو طلعة الهواري. دائما طلعاتك في السليم يا أبو طلعة. ونشوف توقيت هملولة 9:16 وخمسة أجزاء من الثانية الشاهنية. تهانينا لهجن الرئاسة وشكرا يا أبو ذياب. المركز الثاني وصلت كذلك السايحة، تهانينا لهجن الرئاسة ومشكور يا صالح بن سعيد بالعري المري. مشاهدينا في كل مكان، وتسعة دقائق 29:07 من الثانية، بينما من حلت في المركز الثالث أملولة الأخرى التي وصلت بقوة في المركز الثالث، وشكرا عوض بن مبارك المهيري. 9:33:03 من الثانية، كلها بالفعل 3:33 والناموس للجميع.